هل سبق لك أن رأيت موقد حطب بمثل هذا الهيكل الغريب وطريقة الاشتعال الخاصة؟ مصمم بطريقتين لإضافة الحطب. قم بزيادة الحطب من الأمام وإضافة حطب صغير في الأعلى. استخدم بنك الطاقة هذا لتشغيل المنفاخ. اضبط سرعة الرياح على سرعة منخفضة. قم بحشو بعض المناشف الورقية من الأعلى وأشعل النار فيها. أضف بعض القطع الصغيرة من الخشب. ثم اضبط المروحة على أقصى سرعة لها. سيصبح الحريق عنيفا قريبا. في البداية تنتج رقائق الخشب الصغيرة والمناشف الورقية بعض الدخان، وبعد اكتمال الاشتعال لم يعد هناك دخان.